اللي احنا بنشوفه النهارده دلوقتي هو افتتاح وحده القسطره وتركيب جهاز اشعه مقطعيه، انا اظن ان هو من الاحدث الموجود في مصر دلوقتي. الاجهزه دي كلها في مستشفى التامين الصحي هدفها ان هي تساعد اهل بني سويف على ان هم ياخدوا خدمه صحيه متميزه، ما تخليهمش مضطرين ان هم يسافروا الى القاهره او الى المحافظات المجاوره عشان ياخدوا الخدمه الصحيه بتاعتهم. طبعا احنا زي ما قلت في الاول ان القطاع الصحي في بني سويف محتاج لسه شغل كتير، ولكن الحمد لله نقدر نقول انه على الرغم من جائحة كورونا القطاع الصحي الحمد لله في بني سويف قفز قفزة كبيرة جدا. نقدر نقول ان احنا في الشهور الأخيرة بس أضفنا 23 سرير رعاية في مستشفى زي مستشفى الصدر بعدد كمان 9 أجهزة تنفس صناعي في الوقت اللي العالم كله كان بيدور على أجهزة تنفس صناعي. محافظ بني سويف النهاردة افتتح اسم وحدة قسطرة القلب والأوعية الدموية ووحدة الأشعة المقطعية. بصراحة الجهازين دول كانوا إضافة عالية ورائعة للتأمين الصحي عموما والتأمين الصحي بني سويف. جهاز القسطرة عامل حوالي تقريبا 7 مليون و 400 ألف من أحدث الأجهزة، وجهاز الأشعة المقطعية 160 مقطع من كام جهاز قليلين موجودين في مصر بيعمل أشعات مقطعية متعددة المقاطع بتوصل ل 160 مقطع، بيعمل على شرايين القلب وإن شاء الله هيخدم حوالي 63% من سكان المحافظة.